من جديد. وصلنا إلى فوائد وثمرات العمل التطوعي. واحد الآن يتطوع ويقول أنا عارف الأجر لكن أكيد في فوائد أخرى وأكيد في ثمرات أطمح إلى تحقيقها بعد عملي لهذا التطوع. بالفعل طال عمرك الفوائد هي ثلاث فوائد تنقسم عليها، ففي فوائد شخصية وفوائد مجتمعية وفوائد اقتصادية. جميل. أما الفوائد الشخصية فهي لك، لك شخصيا أنت. الله عز وجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. لذلك الصدقة، الصدقة بحد ذاتها هي التطوع، التطوع المالي، وعليها فقسم من الفضائل. عندك طال عمرك تحصيل الأجر والثواب من الله عز وجل، هذه الآن أنك الآن تسعد، خير عمل تعمله تدخلها على قلب مسلم. أيضا طال عمرك مغفرة الذنوب، الله عز وجل أن الصدقة لتطفي غضب الرب الله سبحانه، يعني حتى يقول لك أفضل الصدقة صدقة الماء. لذلك طال عمرك الآن أنت الحين تقدم شيء لأجرك، يعني دنياك لآخرتك. أيضا طال عمرك زيادة الإيمان، الله عز وجل يقولون أنت لن نبر حتى تنفقوا ما تحبون. أيضا طال عمرك استمر النفع، عندك الآن التطوع، التطوع هو طال عمرك يدخل طال عمرك في باب الوقف، ويقولك أو عمل صالح أو يعني أو صدقة جارية، تدخل صدقة جارية. التطوع هذا إذا أنت الحين أوقفت شيء معين لله عز وجل تدخل، فإن بقاء عملك كأنك وأنت في قبرك عملك يمشي. صحيح. لذلك هذه من الفوائد الشخصية. أما الفوائد المجتمعية فهي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المؤمن المؤمن. إذا أنت الحين مع جارك وساعدته، ولا شفت مثلا جداره طايح وراك ما تبني جدارك، والله انتظر الراتب كان لها كمتك 200 300 ريال تصلح معها جدره، بيكن لك هذا التقدير وهذا الاحترام. يعني سار الحي متآلف، رسول صلى الله عليه وسلم امتدح الاشعري، ايش الاشعريون، قوم ابو موسى الاشعري حينما قال اذا اتتهم فاقه كما قال صلى الله عليه وسلم يجتمعون ما بينهم ثم يقسموا. الله، يعني هذا الحين بعد من اعمال التطوعي خير. ايضا طال عمرك تشجيع الاخوه، يعني الواحد طال عمرك زمان اول حتى يحكي لنا شيبان او جدان رحمه الله عليهم مات، كان اذا اصابتهم فاقه او شيء ما ياكلون، يقول لك نفرح فلان، يقول لك يا الربع تروني ذبحت معي الحيمه. زمان يقول لك الاولين، الاولين اذا كان يحاول يقسمون اللحم، في تقسيم اللحم معين يعطونه مثلا في يده، يحبون عمل خير بينهم بين. مستحيل احد زي ما يحصل الان انه ما يذبح ذبيحه ما احد يدري عنه، إذا قال فلان ذبح ذبيحة قام بعدين سبحان الله الذبيحة نفسها يتقسمون فوائدها. صحيح. يأخذون الفرو الجلد ذا ويدبغونه ويستفيدون منه كفراش، يأخذون طال عمرك سبحان الله كل فائدة، يأخذون اللحم هذا ويقسمونه بينهم ويشوفون بالتساوي كأنهم بيت واحد. هذا هو من الفوائد المجتمعية. أما الفوائد الاقتصادية، صلى الله عليه وسلم أتى إليه شاب يطلبه حاجة، قال ما عندكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال عندنا بعض الأغراض، فقال صلى الله عليه وسلم بعها، فقال هذا درهم اشتري بها لأهلك طعاما، وهذا درهم اشتري به قدوم فاس، وأتني بعد 15 يوم. فأتى مع خير. لذلك يا أخواني يمنع البطالة العمل التطوعي، يحب الخير، يمكن سبحان الله تدخل البهجة والفرح على قلوب الناس. هذه من الفوائد، فوائد اقتصادية، فوائد شخصية. أيضا طال عمرك الآن الأزمات، إذا عندك الآن أزمة حاصلة زي الأزمات اللي في المساجد الآن، هل معقول الآن يكلفون موظفين بالملايين عشان يغطون الأزمة الحاصلة؟ زي الآن في حرب الخليج الأولى التطوع، فتحوا التطوع وكان أول تطوع حاصل عندنا 2011 في الطلاب الثانوية، وبادروا وحتى المتقاعدين ومتعاقدين الكل بادر لنداء هذا الوطن. أول عمل تطوعي في عهدي أنا يمكنه كان 2011، وكل بادر، كل بادر بالتطوع. كان آخر المبادرة أيضا في أزمة كورونا، الكل بادر في المساجد. صحيح. الشباب الآن توزيع الكمامات، وهذا الوطن صحة، صحة، التطوع الصحي. أنا الآن لما أشوف أغلب المهرجانات الحاصلة والمواسم، لما أسولف مع الشباب كلهم متطوعين، في شيء قال تطوع بس نسجل ساعات تطوع. لذلك ترى حتى الوطن، الوطن حفظ لهم حقوقهم، أعطاهم ساعات التطوع محفوظة لهم، معظمهم ما شاء الله 5000 ساعة 2000 ساعة، الله يبارك فيهم في عملهم يا رب. أكيد مع وجود مثل هالفوائد والثمرات أكيد في عقبات، أكيد في أشياء تجعل الإنسان ما